طبعا حول هذا الموضوع بيسعدنا ان يكون ضفنا في هذه الفقره دكتور محمود حامد الحصري، مدرس الاثار واللغه المصريه القديمه بجامعه الوادي الجديد. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك. يعني خليني كده في الاول، باعتبار ان زي ما بنقول ان وفاء، واحنا هنتحدث اليوم عن وفاء النيل، تمام، يعني عايزين بقى نعرف ايه اللي قدمه نهر النيل للمصريين القدماء منذ القدم. الاول برحب بحضرتك بصوت البرنامج وبكل مشاهدينا. بس طبعا قبل ما هتكلم عن وفاء النيل هعزي اخواتنا، طبعا في الحادث الاليم اللي حصل امبارح في كنيسه ابو سيفين، اعزي اخواتنا المسيحيين بالحادث الاليم اللي حدث ليهم امبارح، وبنقول لهم البقاء لله وان شاء الله شده وهتزول طبعا، وبنشكر برضو الاجهزه الامنيه بالدور البطولي في انقاذ المصابين في هذا الحادث الاليم. وطبعا احنا كلنا جسد واحد وكلنا مصريين، كلنا مصريين، فاحنا طبعا بنعزي اخواتنا كل المصريين طبعا، وبنقول لهم البقاء لله. طيب احنا طبعا هنتكلم عن عيد وفاء النيل زي ما حضرتك بتقولي. هل يعني ايه عيد وفاء النيل؟ يعني ناس كتيره جدا بتسال ايه عيد وفاء النيل وليه بنحتفل بيه بتحديدا يوم 15 اغسطس. طبعا وزاره الري زي ما حضرتك تفضلت قالت ان هي دي بدايه السنه المائيه، هو بص حضرتك، هو احنا عندنا في مصر القديمه كان احنا عندنا حاليا بنقسم الفصول لاربع فصول، هما فصل الصيف والربيع والخريف والشتاء. في مصر القديمه كان عندنا ثلاث فصول فقط، اللي هو فصل الاخط، اللي هو فصل الايه؟ الاخط. الاخط اللي هو فصل الفيضان، ده الفيضان كان بيطلق عليه فصل الاخط. اخط ماشي. فصل البرد، برد اللي هو الانبات، اللي هو بذر البذور، يعني اللي بيزروا في البذور، ده الفصل الثاني. الفصل الثالث اللي هو شمو، اللي هو فصل الحصاد. وحتى يمكن بعض العلماء او بعض الكتاب او المؤرخين ربطوا كلمه شمو بكلمه شم النسيم، اللي هو طبعا احد الاعياد، اللي هو مرتبط بقى معاهم بموسم الحصاد. بموسم الحصاد طبعا، تمام. فطبعا ان المصري القديم في بدايه الحياه طبعا او في بدايه حياته لم يسكن على ضفاف وادي النيل، وانما سكن الكهوف والجبال والصحاري اللي كانت محيطه بمصر في التوقيت ده. وطبعا لما ده الكلام ده في عصور اسمها العصور الحجريه، لما بدا يحصل نوع من انواع الجفاف، لانه طبعا حضرتك علماء الجيولوجيا بيقولوا لنا ان او علماء الجغرافيا بصفه عامه بيقولوا لنا ان كان في مصر كان في عصور اسمها عصور البلياستوسين، في عصور جليديه، بعد كده في عصور مطيره، بعد كده في عصور حجريه، يعني بدا المطر يندر. فبدأ الإنسان يبحث عن مصدر رزق جديد ليه، فبدأ يشوف يراقب حركة الطير. هو طبعا إذا كان المصري القديم عايش في، احنا عندنا على في سلسلة جبال البحر الأحمر، وعندنا طبعا المنخفضات اللي هي موجودة عندنا، اللي هي الواحات طبعا كان المصري القديم بيسكن فيها، اللي هي واحة سيوة والفرافرة، والداخلة والخارجة، ديت عبارة كان منخفضات المية كانت بتتكون فيها، فكان فيها حياة والناس كانت عايشة حوالينها. ما بدأ يحصل عملية الجفاف، بدأ المصري القديم يشوف الطير نفسه، لأن الطير بيتوجه الى المكان اللي موجود فيه الميه، فبدا يمشي ورا الطير، فبدا لقوا ان هو النهر العظيم اللي هو نهر النيل. فبدا تستقر حياه الانسان حول ضفاف نهر النيل. طيب نهر النيل هل كان ليه اثر في حياه المصري القديم ولا ما كانش ليه اثر؟ يعني في ناس كتيره بتقول لك طيب ما في كتير من الانهار حوالين العالم، هل اثرت في الحضارات بتاعتهم زي ما نهر النيل اثر في حضاره المصريين القدماء؟ اقول لك لا. ليه؟ لان الحضاره المصريه القديمه، والكلام ده انا بوجهه للساده المشاهدين، هي من اقدم الحضارات على وجه الارض. لان لو جيت حضرتك تقارني الحضاره المصريه القديمه بالحضارات الاخرى، هتلاقي ان احنا لينا السبق والرياده في كل وفي جميع المجالات اللي موجوده على وجه الارض. فاحنا
احنا اصل الحضاره واحنا اصحاب الحضاره المصريه القديمه. طيب فبعد الانسان المصري القديم ما بدا يستقر على ضفاف نهر النيل، طيب بدا يتعلم الزراعه. ما هو النهر علمه كده، بدا يتعلم الصيد. هو قبل كده ما كانش يعرف حاجه عن الزراعه، لا طبعا، ولا يعرف حاجه عن الصيد، ولا يعرف الحاجات دي كلها. هو انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا عندنا رافدين مهمين جدا بيقولوا لنا النهر النيل اللي هو النيل الازرق والنيل الابيض، وبعد كده بيتقابلوا في السودان، وبعد كده بيجوا على مصر. وانا عايز اقول على حاجه مهمه جدا عشان الناس تبقى فاهمها، ان احنا عندنا حاجه اسمها مصر العليا ومصر السفلى. مصر العليا اللي هي الصعيد، ومصر السفلى اللي هي الدلتا. يعني الصعيد اعلى مننا هنا كدلتا. ليه؟ لان نهر النيل بيجي من الجنوب للشمال. فاذا جاي من الجنوب نازل نازل على الشمال، يبقى اذا الجنوب اعلى منين؟ اعلى من الشمال. بيجيب معاه بقى، بيجيب